لكن الصورة رشيديكيني والحارس الحارس تصدى للكرة ممتازة من الحارس فينيدي يوزع بالرأس الهدف الثالث للمنتخب النيجيري الهدف الثالث على طريق إيمانويل أمينيكي في الدقيقة التاسعة من هذا الشوط الثاني. إيمانويل أمينيكي إذا في وهذه التوزيع واختطاف الكرة بالرأس من إيمانويل رغم أن الحارس صد لهجوم رشيديكيني وعاد بسرعة لمرمى لكنه لم يتمكن. توزيع ممتازة جدا من فينيدي